عندك اختناق في عصب ايدك مسبب لك التهابات وتنميل واوجاع شديده في الكف، ممكن يوصل لدرجه ان هو يبقى تنميل. بتعصري كتير، بتقلبي في المطبخ، بتشتغلي كروشيه، ممكن تقعدي كمان على مكتب يسبب لك ضيق في العصب. ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على افضل الطرق العلاجيه اللي لو التزمتي بيها هتقلل لك الام اختناق العصب بشكل كبير. اول تمرين معايا هو اني افتح ايدي واقفلها كذا مره ورا بعض عشان احسن الدوره الدمويه واقلل التهاب الم العصب. تاني تمرين كف ايدي احركه يمين وشمال تحت وفوق. تالت تمرين معايا هو اني اعمل استرتش على عضلات الساعد بالطريقه دي، او ممكن الناحيه التانيه بالطريقه دي، وده بيساعد معايا على تقليل الالتهاب بتاع العصب. التزم بالتمارين دي واعملها مرتين او ثلاث مرات يوميا، وده بيقلل التهاب العصب بشكل كبير. عندك التهاب بمفصل الايد والاصابع، سوي هدول ثلاث حركات. الحركه الاولى بتفرد اصابعك بهالشكل على الاخير وبتضمن على الاخير وبتضم. الحركة الثانية أصابعك بتنزلهم بهالشكل. الحركة الثالثة والأخيرة بهالشكل. بعدين عيد. هدول الحركات بإمكانك تسويهم بالجيم بالبيت بأي مكان، ما بدهم أدوات ولا بدهم أي شيء. سوي هدول الحركات وأنا متأكد مفاصل إيديك وأصابعك رح يتشكروا. لايك كومنت سلام. لتحرير العصب الوسطي اللي هو بيؤدي لحالة بنسميها الكاربال تانل سيندروم، ضغط على هذا العصب اللي بيغذي الثلاث أصابع الكبير والصغير والثالث من ناحية حسية ومن ناحية حركية. يعني الأعراض عند ضغط العصب في منطقة الكاربال تانل في هالحالة بتكون تنميل وخضران وضعف ونخزات في هذه الثلاث أصابع، يعني هاي المنطقة كلها بتكون متضررة من الموضوع. بدي أعملها تمارين يومية تحرير للعصب. ببلش شغلات بسيطة، إني أمسك وأعمل حركات هذه شوي شوي خفيف اللي ما أثير، بعدين الإصبع الثاني شوي شوي وما أثير، الإصبع الثالث ما أثير. بكرر كل حركة خمس مرات وانا جالس اللي ارخي شوي شوي، بعدين بمسك الايد بالطريقة هاي وبعمل حركات شوي شوي لألين مفصل الرسغ وبعيد بالاتجاه المعاكس، بعدين بخلي ايدي هيك وبنزل لتحت شوي شوي وبرفع للجهة التانية. حركات بسيطة قبل ما ابلش في الحركات اللي اصعب. الحركات اللي أصعب حتكون أول حركة بدي أمسك إيدي هون وأرفع لفوق شوي، أرفع أرفع أحاول أضغط، بعملها أربع خمس مرات، بعدين بحط إصبعي طريقة هاي وبعمل فقط حركات شوية ضغوطات 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 لمدة دقيقة، بعدين بعمل حط إيدي بالطريقة هاي وبصير اعمل الحركة هذه. اذا كان عندي التنميل والخضران والضغط في الايدتين، وبالعادة بيكون في ايد واحدة، في هالحالة بحط الايدين بالطريقة هاي وبعمل هاي الحركة وبصير اعمل يمين وشمال يمين وشمال واغير من الاتجاه، بكون اتجاه الاصابع للاعلى، بعدين بخلي اتجاه الاصابع للامام وبعمل نفس الحركات، وهي كل حركة بكررها مرتين لعشر مرات حسب قوة تحملي وقوة الآلام. بعملها شوي شوي بدون ما أثير العصبات. بحق اللي أعمل عملية استرتش، يعني هو العصب جاي في المنطقة هذه في داخل النفق، فأنا فقط إذا بدي أعمل هاي الحركة فأنا بشد العصب، وشد العصب معناته ارتخاء ل الشد اللي موجود وارتخاء للعضلات، وهذا بعطي العصب قوة أكبر وبفعل حركته بشكل حريق بالصبيع، ضعف بالإيد، تنميل. قالوا لك عندك متلازمة النفق الرسغي يعني كاربل تانل، وبدك تعمل عملية حتى كمان. لا، نجيب الطابة قال لك شو راح تعمل لتتفادى العملية. بهاي الطابة بدك تمرن هول العضلات تبع صبية كل واحد لحاله. منبلش كل اصبع عشر مرات، من بعد ما نخلص منمرن العضلات الجزء الخلفي مع مغايطة عشرين مرة،
واظب على هذا الشيء شهر وإن الله راد مفروض تتفادى عملية الكاربل تانل. أفضل ثلاث مشروبات طبيعية للتخلص من التهابات الأعصاب وألام الأعصاب والأعراض المزعجة زي الوغز والتنميل والشكشكة وإحساس المسامير، ده اللي بيجي في الإيدين أو الرجلين. أول مشروب عندنا وهو مشروب بذور الشيا. بذور الشيا مصدر طبيعي غني جدا بالأوميجا 3، يعني معلقة صغيرة في اليوم تديك احتياجك من الأوميجا 3. في نفس الوقت هي فيها تركيز عالي جدا من المغنيسيوم، المهم جدا إن هو يقلل الألم العصبي ويقلل الالتهابات العصبية. بنستهلكها إزاي؟ معلقة كبيرة ممسوحة من بذور الشيا بنحطها على المية وبنقلبها ونستنى لحد ما تطلع الجيلي بتاعها، وبناخدها 4 أو 5 مرات في الأسبوع. دي أول حاجة معانا، أهم حاجة إن أنا أشرب معها مية كتير. تانيا هي ليها مميزات تانية، إن هي طبعا مضادة أكسدة قوي. كمية الأوميجا 3 اللي فيها دي هي بتديني احتياجي كمضاد التهاب، يقلل التهابات الأعصاب. في نفس الوقت هي غنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتحمي الأعصاب من الشوارد الحرة اللي بتعمل تلف والتهابات في الأعصاب. تاني مشروب معانا وهو مشروب بيحل عندي مشكلتين. جزء كبير من الام والتهابات الاعصاب بيكون سببه قله وصول الدم اللي واصل عندي للاعصاب. الدم اللي واصل للاعصاب بيقل ليه؟ الدوره الدمويه عندي حركتها بدات تبقى قليله، لاما انا حركتي قليله تماما مش بتحرك كتير، فنشاط الدوره الدمويه في الاطراف بدا يقل، فالدم اللي بيغذي العصب، احنا كل عصب عندنا بيبقى ماشي كده مع الاوعيه الدمويه بتاعته. الاوعيه الدمويه دي بتغذيه، بتديله الغذاء، الفيتامينات والمكملات والعناصر المهمه اللي انت بتاخدها في اكلك، الاعصاب محتاجاها عشان تشتغل كويس، انت بتمنعها عنه. ده اول سبب، مفيش دم، مفيش غذاء كافي، او ان انا عديت 40، فبالطبيعي ان حركه الدوره الدمويه بتبدا عندي ان هي تقل، او ان في اختناق، يعني العصب نفسه مختنق بسبب ان في فقرات معينه او اوتار معينه فيها مشاكل عندي. فلازم لازم في علاج الاعصاب يكون في حاجه بتنشط الدوره الدمويه وفي نفس الوقت تقوي الاعصاب. المشروب اللي يعمل كده هو مشروب طبيعي بنحضره بمكونين، غير قدرته في جزئيه الاعصاب هو كمان بينشط الذاكره والتركيز وبيحسن اداء المخ وبيحمي من الزهايمر، هو بيقوي الاعصاب بتاعه الجسم بشكل عام. المشروب ده عباره عن ان انا بجيب اول حاجه عندنا هي الجينكو بلوب، ودي اللي بتنشط عندي الدوره الدمويه لان هي غنيه بالفلافونيد والتربينويد. بجيب منها لاما الورق المجفف اخد منه من 3 لـ5 ورقات، او المطحون بتاعها اخد منه معلقه صغيره ممسوحه، وبضيف عليه المكون الثاني وهو الجينسنج، وده بقى اللي بيقوي الاعصاب وفي نفس الوقت بينشط الدوره الدمويه وبيزود الباور. ده بناخد منه جرام واحد بس، بودره بتاعته بتبقى موجوده عند اي عطار، بتاخد منه جرام واحد بس، وبتضيف الاثنين مع بعض في اي كوبايه عندك، تحط عليهم ميه مغليه زي ما بتحضر الشاي وتسيبهم يتنقعوا 10 دقايق ربع ساعه، بعد كده بتشربهم مره يوميا بعد الفطار. ممنوع تحت ال 18 سنه، ممنوع لاي حد عنده مشاكل في القلب او الضغط، وكمان ممنوع للناس اللي بتاخد ادويه مميعه للدم او بتزود سيوله الدم زي الورفارين او الحاجات اللي زيه. المشروب ده رائع وهتشوفوا معاه فرق في وقت قليل جدا، مثبت علميا فعاليته الرهيبه في جزئيه الام الاعصاب والتهابات الاعصاب. ايه ثالث مشروب معايا؟ المشروب ده اتعمل عليه دراسه ان هو فعال جدا في ألم الأعصاب. الدراسة دي معمولة على الناس بالظبط اللي عندها عرق النسا أو عرق النسا، كان فرق معهم جدا في أسبوعين في الدراسة دي. المشروب ده هو لبان الدكر. لبان الدكر فكرته زي ما بقول لكم دايما إن هو مضاد التهاب قوي جدا جدا جدا، سحر يعني، برضو بيتباع عند اي عطار وسعره بسيط. معلقة صغيرة منه على مية مغلية انقعها، وبعد كده لحد ما تعمل كده زي كوباية لونها يعني مشروب ابيض، وحليه بالطريقة اللي انت عايزها او ضيف عليها اي حاجة واشربه. بيصبط الاشارات بتاعت الالتهاب اللي بتروح للاعصاب اللي بتسبب اصلا التهاب الاعصاب، اللي هي الانترليوكينز والتي ان اف الفا والحاجات دي كلها، ففعلا بيفرق جدا جدا. والبيبر اللي اتعملت عليه كانت كويسة قوي في جزئية عرق النسا، ان هو فعلا قلل الالم في فترة صغيرة بسبب تثبيط الالتهاب زي ما قلت لكم. وبس كده، جربوا الثلاث مشروبات دول هيفرقوا معاكم جدا. اتمنى يكون الفيديو افادكم.